راكم لاحظتوا باللي فيه التحاق بجبهة التحرير الوطني من الأحزاب الأخرى، يعني من المنتخبين الآخرين. لحد الآن أكثر من 50 بلدية اللي التحقت فينا، أكثر من 55 بلدية، واليوم اليوم نرحب ببلديتين، الأولى من ورقلة البرما راه موجود هنا، أمرار عليك وين راه؟ مبروك، مرحبا بك. الثاني عنده أهمية خاصة، بلدية اللي عندها الآن في الوضع الأمني في البلاد أهمية قصوى، برج باجي مختار.